السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استعلنت حكمته في كل ما صنع، واستبانت قدرته في كل ما ابتدع، وظهر مكنون علمه في كل ما اخترع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه من المصطفين وقربه من المقربين، وبعثه هادياً للناس أجمعين، صلى الله عليه وآله الطاهرين المطهرين والصفوة من جميع المخلوقين. اللهم صلِّ وسلِّم على نورك الذي جلوت به الظلمات، وبرهانك الذي أزلت به الشبهات، حبيبك من العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على وليه على عهده وخير الأمة من بعده، قبلة العارفين وعلم المهتدين وثاني الخمسة الميامين، الذين افتخر بهم الروح الأمين، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على المطهرة من الرجس، المفضلة من الجن والإنس، الصديقة العالمة وكريمة المبدأ والخاتمة، بضعة خير النبيين، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم على رضيعي معارف الرسالة وربيبي حجور الهداية والدلالة، الآيتين المحكمتين، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على سبل الهدى فلا يضل سالكها، ومناهج الرشد فلا تخفى مداركها، ومحيي معالم الدين وقامعي شبه الملحدين، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة تعجل بها فرج وليك، وتنصر بها أولياءك، وترفع بها درجاتهم. اللهم صل وسلم على وارث علوم النبيين وحافظ أسرار رب العالمين، وبقية الله من الصفوة المنتجبين، نور الله الذي لا تخفى شواهده، وباب الله الذي لا يخيب قاصده، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وارفع لنا ولهم الدرجات، واكفنا وإياهم المهمات، ووفقنا معهم للباقيات الصالحات، أنك سميع الدعاء قريب مجيب. أيها الأخوة والأخوات، في البداية نبارك للشعب العراقي الكريم ولرجال الأبطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لهم الانتصارات الأخيرة في تحرير مدينة الحويجة والقرى المحيطة بها من الإرهابيين الدواعش، آملين أن يتم تحرير ما بقي تحت سيطرتهم في وقت قريب بعون الله تعالى. وإذ نشيد بإكبار وإجلال بتضحيات أعزائنا المقاتلين بمختلف صنوفهم وعناوينهم، نترحم على شهدائهم الأبرار، ونسأل المولى العلي القدير أن يحشرهم مع شهداء الإسلام في الصدر الأول، ويمن على جرحاهم بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب. أمر الثاني، أيها الأخوة والأخوات، ها هي أيام عشرة عاشوراء قد انقضت،
وانتهت. وقد أجهدتم أنفسكم جزاكم الله تعالى خيرا في إقامة مجالس العزاء بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والمشاركة في مختلف الشعائر التي أقيمت بهذه المناسبة الحزينة، وذلك توفيق من الله تعالى لكم في إقامة هذه الشعائر ومجالس العزاء. وهنا أيها الأخوة والأخوات، لابد أن نذكر بهذا الأمر، لا نجعل انتهاءنا من إقامة هذه المراسم كيوم دخولنا فيها. لابد أن تفعل هذه الشعائر والمجالس فعلها في أنفسنا وسلوكنا ومواقفنا. لابد أن نحول، لا نجعل انتهاءنا أيها الأخوة، لا نجعل انتهاءنا من إقامة هذه المراسم والمجالس كيوم دخولنا فيها. لابد أن يكون هذا الموسم موسم التحول والتغيير. لابد أن نحول هذه المجالس والمواكب إلى مدرسة نتعلم منها الشيء الكثير من المبادئ ونجسدها في حياتنا. إخواني وأخواتي، لعل الكثير من مجالس العزاء تتعرض إلى سيرة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. هناك وصف من الأئمة، مو بس من الإمام الحسين عليه السلام، لأصحابه، الآن سأذكر لكم، هناك أوصاف وسمات وردت من المعصومين من الإمام الحسين وغير الإمام الحسين عليه السلام في أصحاب الإمام الحسين ما لم يرد في غيرهم من الأصحاب. ما هو السر في تفردهم بهذه الصفات؟ أنا سأذكر بعض الكلمات الواردة عن المعصومين عليهم السلام ابتداء من الإمام الحسين عليه السلام. لاحظوا عظمة هذه الشخصيات، وكلامنا من أين جاءوا بهذه الصفات العظيمة، كيف وصلوا إليها. نحن جميعا نتمنى أن نصل ولو إلى مرتبة دنيا من صفات هؤلاء الأصحاب العظام. كيف نصل إليها؟ ابتداء فلنذكر بعض الكلمات من المعصومين عليهم السلام ابتداء من الإمام الحسين عليه السلام. لاحظوا، فإني لا أعلم أصحابا، لم أرى الإمام الحسين، لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام يقول لا أعلم أصحاب مثل هؤلاء، هذا أفعل التفضيل، أوفى ولا خيرا، اثنينهم أوفى وخيرا أفعل تفضيل، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. ثم الإمام الصادق عليه السلام، لاحظوا التعبير، الإمام الصادق في الشهداء أصحاب الإمام صلى الله عليه وسلم، أنتم سادة الشهداء، سادة الشهداء في الدنيا والآخرة. بعد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية المقدسة يسلم عليهم، بأي وصف يسلم عليهم؟ السلام عليكم، ما يقول يا أنصار الله فقط، السلام عليكم يا خير أنصار الله، خير أفعل تفضيل أيضا. عدد من المعصومين يصفون هؤلاء الأصحاب بهذه الصفات العظيمة. طبعا إخواني، هؤلاء الأصحاب لم يبلغوا هذه المرتبة اعتباطا، ما أجت قوتنا بتعبيرنا، وإنما منحهم الله تعالى إياها أكو مقدمات، أكو مقومات سبقت في شخصياتهم طوال سني حياتهم، كانت لهم مقدمات إلى أن وصلوا إلى هذه المرتبة. هناك مقومات عقائدية، فكرية، سلوكية، نفسية، اجتماعية، عبادية، تحلوا بها إلى أن وصلوا إلى هذه المرتبة. يعني هم سنين طوال يبنون في أنفسهم إلى أن وصلوا إلى هذه المرتبة. نحن علينا أن نتأمل، نتفكر في سيرة هؤلاء، في أقوالهم التي كشفوا فيها عن مكامن شخصياتهم،
العوامل التي أوصلتهم إلى هذه المرتبة. أولاً شيئين، نحن نحتاج أن نحول سيرة هؤلاء الأصحاب إلى مدرسة تربوية نتعلم منها ونعمل بمضمونها لسببين. أول، على الأقل بلكت الله تعالى يوفقنا نصل في مرتبة دنيا من مرتبتهم العظيمة، واحد. الشيء الثاني إخواني، في كل زمان ومكان هناك ابتلاء واختبار يشبه إلى حد ما الابتلاء والاختبار الذي مر به أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. لا تتصورون إخواني، فقط في ذلك الوقت الموجودون في ذلك الزمان الله تعالى أراد أن يختبرهم في أن ينصروا الإمام الحسين أو لا ينصروه، فبعض نصروه وبعض كان في صف الأعداء وبعض في موقف الخذلان والتفرج على ما كان عليه الإمام. في كل زمان، حتى في زماننا، في كل زمان هناك اختبار يشبه إلى حد ما الاختبار الذي اختبر به الموجودون في زمن الإمام الحسين عليه السلام. نحن إما ننجح أو نفشل في هذا الاختبار. إذا أردنا أن ننجح في هذا الاختبار علينا أن نتعلم من سيرة الأصحاب وكيف أنهم وصلوا إلى هذا المقام. علينا أن نذكر من خلال المواصفات والمقومات التي كان عليها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ذلك. المشكلة أين إخواني؟ أنا ما أريد أذكر أمثلة لعله النبه يلتفت إلى المصادق والجزئيات من خلال ما سأذكره من عبارة عامة. في كل زمان هناك أولياء لله يمثلون امتداد للإمام الحسين عليه السلام، هناك مجموعة أخرى يتزيون بزي أهل الحق ولكنهم في الواقع ليسوا من أهل الحق. بعض الناس يلتبس عليهم الأمر فيتصور أن هؤلاء الذين تزيوا لبسوا، ضللوا الناس بأن لبسوا وادعوا أنهم من أهل الحق وهم في الواقع ليسوا من أهل الحق. أحياناً البعض يقف مع هذا الذي يدعي أنه من أهل الحق وربما بلسانه يقول أنني مع الإمام الحسين ويبكي على الإمام الحسين عليه السلام، ولكن في لحظة الامتحان الحقيقي هذا شخصية تمثل ابتداءً للإمام الحسين، هذه شخصية تمثل العكس، يدعي أمام الآخرين أنه من أهل الحق أنه من أهل الإسلام ولكن هو في واقع الحال ليس كذلك، ولديه قوة إعلامية وسلطة يستطيع من خلالها أن يضلل بعض الناس، فالبعض ينخدع به ويقف معه وينصره ويدافع عنه، وربما هو باللسان هؤلاء البعض يقول أننا مع الإمام الحسين ويبكون عليه ويقيمون مجالس العزاء له. لذلك علينا أن ننتبه، أن نتعرف على هذه المكامن في شخصية أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وكيف أنهم وصلوا إلى هذه المرتبة. إخواني، مو سهل الآن في وقت يزيد، التفتوا إلى الأجواء التي كانت في زمن يزيد، ضخ إعلامي كبير، ضغوط، ترهيب، كما سأبين أن الناس الذين كانوا في ذلك الوقت في وسط أجواء ربما تأخذ بالإنسان إلى أن يقف مع أصحاب يزيد أو يقف على الحياد لأسباب عديدة. نحن قد نمر بمثل تلك الظروف ونختبر. الاختبار إخواني مو سهل، مو شيء بسيط. الله تعالى يعرض عباده إلى اختبار ويضعهم في ظروف صعبة حتى يعرف المؤمن الحقيقي والصادق من الإنسان الذي يدعي الإيمان. الآن نأتي إلى الصفات التي كان مقومات اللي كانت عند أصحاب الإمام الحسين، ما أجت اعتباط. الله تعالى ما يعطي هذه المقام لأي شخص كان اعتباطا، لابد أكو مقدمات سابقة، مقومات موجودة في شخصية أصحاب الإمام إلى أن وصلوا إلى هذه المرتبة. نتعرف على هذه المقومات، الغرض إحنا نسعى، نحن نسعى أن نتصف بهذه المقومات حتى نصل ولو إلى مرتبة دنيا من مراتب أصحاب الإمام الحسين عليه السلام،
الأمر الأول والأهم الوعي والبصيرة بشيئين، حقائق الدين والقيادات الحقة. شنو معنى البصيرة؟ كثير ما يمر عليكم هذه الكلمة، أن يكون هناك فهم ووعي لحقائق الدين عن دليل وبرهان. واحد، الوعي بالقيادات الحقة. أحياناً إخواني، فاثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل يدعي أنه القائد الحق وأنه هو الذي يمثل الإسلام الحق. يحتاج إنسان عنده وعي وعنده إدراك ومرتبة عالية من إدراك حتى يستطيع أن يميز ويفرز أن هذا هو القائد الحق وذاك ليس كذلك. أحياناً كثيرة الضخ الإعلامي الكبير وإثارة الشبهات والتشكيكات في القضايا الدينية وفي القيادات الحقة والصالحة، هذا موجود إخواني. لاحظوا في زمن يزيد كيف كان الضخ الإعلامي الذي صور للمسلمين آنذاك وللكثير من المسلمين على أنه الإمام الحسين خارجي، حاشاه عن ذلك عليه السلام، والبعض اعتقد بذلك مع أنه لم يكن يفصل بينهم وبين زمن النبي صلى الله عليه وآله غير 50 سنة، لأنه يعني كأنه الآن نتصور في وقتنا قبل بالسبعينات مثل هذه الشخصية، زمن قريب. مع ذلك هذا الضخ الإعلامي أثر في الكثير من الموجودين في ذلك الوقت، بحيث أنه اعتقدوا بأن الإمام على هذه الصفة ووقفوا ضد الإمام عليه السلام. لذلك نحن نحتاج من الإنسان المؤمن أن يكون واعي في حقائق الدين حينما تثار الكثير من التشكيكات والشبهات. إنسان المؤمن قوي يستطيع أن يبين زيف هذه الشبهات والتشكيكات في حقائق الدين، مبادئ الدين، وفي القيادات الحقة. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كانوا كذلك، لديهم هذا الوعي الذي استطاعوا من خلاله أن يرسخوا هذه الأمور في أنفسهم، حتى اعترف العدو، العدو اعترف بقوة هذه الصفة عند أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. هذا عمرو بن الحجاج كما تسمعون كثيرا في قصص المقتل ومجالس العزاء، حينما رأى كثرة القتلى من صفوف جيش أعداء الإمام الحسين عليه السلام، كان هكذا خاطبهم: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. عدو اعترف، يقول: هؤلاء استماتوا من أي شيء، أولا شجاعة، فرسان، ثانيا بصيرة لديهم أوصلتهم إلى هذه المرتبة والاستماتة في سبيل الدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام. صفة ثانية، الجرأة في اتخاذ الموقف والثبات عليه، هذه صفة مهمة. أحيانا الإنسان عنده وضوح في القضية، واضح هذه القضية هي الحق هذه هي الباطل، لكن ما عنده جرأة أن يتخذ الموقف الحق في الدفاع ونصرة الدين ويثبت على هذا الموقف. مين يجي هذا؟ عدم وجود جرأة وعدم ثبات. لاحظوا إخواني، أحيانا الإنسان يعيش ضغوط داخلية وخارجية، أحيانا في داخل نفسه نصرة الإمام تتطلب أن الإنسان يضحي بنفسه، أن يتعرض للجراح، هذا الإنسان يتردد، الشيطان يلقي إليه، يسول له الكثير من الأمور التي تثنيه عن أن يقف في نصرة الحق. الزوجة أحيانا قد تثني الإنسان، الأب، الأم، الأولاد، الأصدقاء قد تكون لهم رؤية مخالفة، العشيرة قد يكون لها رؤية مخالفة. نحن نتحدث في زماننا وبقية الأزمنة الذي يتطلب الدفاع عن الحق، هذه الأمور الخارجية قد تؤثر على الإنسان كما كان في زمن الإمام عليه السلام. السلطة الحاكمة التي تضع نقاط التفتيش وتطوق المدينة وتمنع خروج الشخص لنصرة الإمام عليه السلام، كل ذلك عوامل ضغط داخلية وخارجية. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام منذ البداية وإلى النهاية كان لهم جرأة في اتخاذ الموقف الحق والثبات على هذا الموقف. لذلك نرى أن هؤلاء سلام الله عليهم لعله آخر امتحان، لاحظوا إخوان، امتحنوا به أن الإمام خيرهم، وهذا لا تصوروا امتحان صعب. كيف أنا مثلا الآن هذا جيش حق وهذا جيش باطل، والمعصوم يقول لي أنت مخير،
تريد أن ترحل أرحل. قد الشيطان يسول لي، يقول المعصوم ده يقول لك الآن أنت في حل. بعض هذه التسويلات الداخلية قد تجعل الإنسان يتخلى عن نصرة الحق. هذا آخر امتحان تحن به أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. ولاحظوا إخواني كم هذه الامتحانات شديدة. تعلمون منذ بداية خروج الإمام من مكة كان هناك الآلاف مع الإمام الحسين عليه السلام، بالطريق بدأوا يتسللون 10 و20 و30 طريق هذا، إلى أن آخر المسار لم يبقى معه إلا العشرات. لاحظتوا الاختبارات إخواني من أين؟ هؤلاء كانوا أيضاً يدعون حب الإمام الحسين عليه السلام، مع ذلك تركوا نصرته، تعرضوا إلى هذه الامتحانات، لم يكن لديهم موقف ثابت. كثير منا في البداية يقف مع الحق ويدافع عنه، لكن بالطريق تدريجياً يضعف، ينهار، ينهزم أمام الضغوط الداخلية والخارجية، يتخلى عن نصرة الحق. كيف أن نلاحظوا الإمام عليه السلام في هذا الاختبار المهم، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبوني ولو قد أصابوني لا ذهلوا عن طالب غيره. قلتوا في حل، اذهب هذا الليل، أما خاف واحد يستحي يخجل يقول آني مع الإمام الحسين والآن الآخرين راح يشوفوني يعيروني فيما بعد، شلون تركت الإمام؟ يقول هذا الليل ظلمة، دنيا ظلمة، ما حد يعرف، أنت في حل مني. هذا اختبار صعب. لاحظوا جواب أصحاب الإمام عليه السلام اللي بين هنا قوة الإيمان والجرأة الشجاعة في اتخاذ الموقف والثبات عليه. يقول واحد من أصحاب الإمام والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسوله فيك، والله لو علمت. لاحظ شوفوا مقدار الحب، مقدار الاستعداد للتضحية، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا، أشد أنواع العذاب الحق، ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة لما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. هذا الموقف لاحظوا إلى آخر اللحظات التي اختبروا فيها بقوا. هذا جرأة نحتاج، شجاعة، إنسان مؤمن يكون جريء في اتخاذ الموقف ويثبت عليه على الرغم من الضغوط الداخلية والخارجية. ثم شدة الحب لله تعالى وللإمام والاستئناس بلقائه. إحنا إخواني في أكثر الأحيان حب الدنيا، حب المال، حب الأهل، حب الأولاد، هذا التعلق بالدنيا يمنعنا عن أن نتخذ الموقف المطلوب في نصرة الحق. نحتاج القلب ليس فيه حبين، لابد أن يكون هناك حب لله تعالى خالص. الإنسان هل لديه حب لله تعالى؟ أيضا في القلب حب وتعلق في الدنيا، هذا الذي يمنع من اتخاذ الموقف الحق والدفاع عنه. لاحظوا الإمام عليه السلام كيف يصف هذا الوصف العظيم لهم حينما سألته زينب عليه السلام: استعلمت أصحابك، هل سيقفون معك أم يتركونك وقت الشدة؟ تقول عليه السلام: أخي هل استعلمت من أصحابك نياتي؟ فإني أخشاك أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. شوفوا الإمام عليه السلام يبكي لموقف أصحابه، فبكى عليه السلام ثم قال: أما والله لقد لهستهم وبلوتهم. لهستهم يعني خالطتهم، خالطتهم عرفتهم من خلال هذه المخالطة، وبلوتهم وليس فيهم إلا الأشوس الأقعس، أشوس الجريء في القتال الشديد، والأقعس رجل ثابت ما يهتز، منيع، ما يأثر بهذه العوامل الخارجية، يبقى ثابت إلى آخر لحظة في حياته يدافع عن الإمام. وليس فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون. لاحظوا شدة الحب، تمثيل الإمام جدا رائع، شدة حبهم للإمام الحسين، ويستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بلبن أمه. تلاحظون حتى أذكر التشبيه، كيف أن الطفل الرضيع يتعلق جدا بثدي أمه، أمه تدفعه يرفض يرجع إلى ثدي، تدفعه يرجع، تعلق شديد
بالأم، بحيث أن الأم كل ما تدفعه هو يعود، لا يرضى بغيرها. الإمام علي السلام يقول: هؤلاء أدفعهم عن المنية والقتال والقتل والموت، هم يرفضون، لا يرضون إلا من شدة حبهم، لا يفطمون عن حبي، كما أن الطفل من الصعوبة أن يفطم عن ثدي أمه. هؤلاء كان حالهم هكذا. نحن نحتاج هذا شدة الحب للإمام الحسين عليه السلام الذي يدفع إلى هذا الأمر. إن شاء الله نكمل بقية الصفات في الخطب القادمة. فقط أود أن أذكر من توفيقات الله تعالى إخواني، أذكر هذه العبارة: أن لنا رجال في الوقت الحاضر يشبهون أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حقيقة. اقرأوا قصص هؤلاء الأبطال في المعارك، يتسابقون نحو المنية، يتسابقون نحو الموت في سبيل الدفاع. أقرأ هذه العبارة أختم بها الخطبة الثانية. هذا توفيق من الله تعالى، نعمة من الله تعالى أن نجد رجالاً أمثال هؤلاء. نحن نحتاج هنا رجال كثر أمثال هؤلاء. والحمد لله الذي وفقنا أن نرى في هذا الزمان رجالاً فيهم شبه بأصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الصفات المتقدمة، وهم الأبطال الذين سارعوا إلى ساحات الوغى وجعلوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا مهجهم استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا في الدفاع عن الأرض والأرض والمقدسات أمام هجمة الإرهاب الداعشي، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.